أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالأسود وبالأبيض وبكل الألوان بكل قوس القدح. شفت اليوم شو عم بصير بأمريكا؟ نعم، رجعت العنصرية. مشان هيك هانا وعملون جابون هون بلبنان ونحن عم نحطهم ببيوتنا. نحن مرة طلع هنري فرعون عدومة ومعه ناس خدم، وأنا خادمة عندك بس خدم من أفريقيا، دقوا الجرس بالكنيسة، ليش يا أبونا ركض بي؟ ليش؟ قال له هيدا شيطان. صاروا يفسرونون، بتعرفوا من زمان لا في عنا كهرباء ولا كنا نطلع من الضيعة وما بنعرف شو في وين، إنه هيدا الأسود شيطان. هلا عم ترجع العنصرية، لأنه أي طريقة الشيطان بده يقوى ما بتقدر. بيعرفون يعني بأمريكا إذا مرتك راحت مع واحد أفريقي ما بترجع البيت. شاطرين بالموسيقى، شاطرين بالطبلة، شو ما كان، وسمحوا هلا إنه نحن كمان البيض يعني بنحب نروح نتسبح مطرح نكون عريانين مثل ما خلقنا، خلقنا عريانين نايكد ببطن الماما، وبحب نروح انتوا بالمغطس تسبحوا. هن لهم حق، بلاك بيتشز لهم. صرنا نروح نحن والقانون بيقول وي هاف تو بي كفرد، تطوي القانون نلعب بالكلمات، بيعرفوا بيقولوا لنا جايين البوليس ونحط منشفه. مره كنت انا بمطرح قالوا لي وير ار يو فروم؟ هن سود ونحن شويه بيض، بدي كذب يعني ما قلت لبنان، قلت لها تركيا. طلعت بعرف تركي وانا بعرف تركي، قلت لك انا من لبنان بس انه عم نكذب، انه ليش بدها تكون بس للسود؟ سوت لي قلبي فستق عبيد وفستق راس الاسود وراس العبد. حطوا اميزنج جريس، هلا بلشوا يحطوها، ولكن عم بيحطوا علم ابدان واديان، علم اسود وابيض، علم يلي بيجمعنا. كان بدهم ياخذوا ليبيا، شو السبب؟ اذا اخذوا ليبيا وقعت هون وين رحت البرمودا؟ وين رحت الاطلنطيس؟ الكره الارضيه كلها رايحه، كل من عليها فات. حجر الكعبه عم تحفروا، يا حبيب قلبي انتو كيف بدي فرجيكم؟ شوفوا كيف كاني مكه بين الماضي والحاضر. ما فيني إلكن، أول مرة رحت اجتني إشارة كبير يلي معي تفهم، قلت لا 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 شيخ ولا حدا، أنا بصبط بنتقي معك حق. غربوا عيوني بطريق بشكل غريب، قلت لها بعرفها بعرف، في طاقة قوية كتير هون. هلا خفت الطاقة من برا، ولكن اللي فايت وعارف حاله إنه فايت على الكعبة اللي جوا، لا إله إلا، وبتدخل هيدا المربع الداخلي. تربعوا، كلنا كنا نقعد بالبيت فوت تربعوا ولا بالمربع، بس ما عرفنا. هي بيربع الجرس، خبرتكن عديله لفيصل بن عبد العزيز، قال لي في عندكن راهب بلبنان هيك 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 وعنده هالطاقة، جي سألت راهب أنطوني، قالوا لي ايه رحوا بإيطاليا بيعمل شيطة مثل المسيح، بس المسيح انتوا انا ما مسيحين بالله، كلنا مسيح، ما انا الا بشر مثلكم محمد. مين ما عيط لك يا محمد بدك ترد، او حج وحجه، بابا نويل حج وحجه اسمه من اولى. فاذا الله هالسر حطه بالبشر، مش بالشجر ولا بالطير ولا بالحجر ولا شيء، بس عندهم الحجر بحب، جبل يحبنا ونحبه، ولكن الرحمة هو سعة كل شيء والجؤبة منا يقول، والرحمة هي قمة، مش القمامة، قمة الصلاة، قمة المحبة، قمة التواصل. بس بدنا نقرأ يا أخوتي، يعني شو بدي لكم؟ مش مريم اللي بتكتب، بسكر أنا بسكر. يا الله، كتاب الرحمة يحمل ألقاب عديدة، استبدلنا العنوان أو الفصل بكلمة لقب، وأين هو العيب أو الذنب؟ القلب لا يعرف الصرف والنحو ولا الحرف واللغو، بل الحب والمحو. ما عن سنم حتى عبء العقل، وندخل إلى عفوية القلب حيث لا منطق
ولا حق، بل براءة الأطفال ورحمة الشيوخ، وأن تستفتي قلبك ولو أفتوك. يا حبيب قلبي، من وين ما فتحته أي صفحة فيها صفعة، يا حبيبي يا حبيبي يا الله، كلنا كلنا يا حبيب قلبي. شو بدي لكم يا حبيب قلبي؟ هون هيدي نكتة، انه قال له كيف اللي بعدك تغمرها لمرتك بتحبها؟ قال له هاي اكبر معجزة انه بعد في رجال بيقدر يحب مرته، يعني انه معجزة نادرة بس موجودة. نعم، رح اقول شيء قليل، ومثل ما بتعرفوا كلنا بنحبه، تيتا دادي لوكس لايك ذيس اول ذا تايم. فيا كل الوقت قاعد على التلفزيون، شوف اون تي في اول ذا تايم، كانه صار تشلوشو بالكرسي، نايم حد مرته صار يبرحش، قال ها مرة انبسطت من الشغل، انبسطت لقيته. يا خي انت عم تاكل عم تاكل، انت عم تلبس عم تلبس، انت عم تكتب عم تكتب، انت هيك اليوم رجال ومرته بالاوضة، مراية هون وهيديك هون والتلفزيون داير، عم تطلع على التلفزيون عم يقطعها العطسة، ان شاء الله عطسة. ما هلا عم بيعملوا بني ادم ابدا، كانه بني ادم باربي مثل ما بدك انت بتركبها، عم بيشوفون روبوتولوجيست عم بيعملون على المطارات، يعني مثل ما بتفوت على مطرح ببيع زريعه طبيعيه، لا اصطناعي اصطناعي، وهي اصطناعي لا طبيعي. ما بقى تعرف هي من هي، هيك بناتنا هيك شبابنا، شيء طبيعي انك تختير فوق الطبيعه تكبر. كلنا ما عنده كبير يشتري كبير، شيلوا الميك اب كلكم، حطوا ويك اب، بس ما بقى فيك تقولها لحدا غيرنا في شكل الله، كلنا عمليات تجميل وتحميل وهيك، بس احنا بدنا نقراها قد ما بنقدر. عمرها 6 سنين بعيونها عم تطبع، كانت الاول بعيونها، مقارنة ذكية وواقعية تبين الفرق بين الشخص الإيجابي والسلبي، وهو تحليل منطقي لشخصية كل منهما. هي أجنبية الترجمة، ما بحب الترجمة، قلت له بقى تبعثوا لي بالعربي، يعني مريم لازم نحكي عربي، لا نحكي كل اللغات، تعلموا لغة أعدائكم حتى تأمنوا شرهم، ما بعد عنا عدو. الإيجابي يفكر في الحل، والسلبي بيفكر بالمشكلة. الإيجابي لا تخلص أفكاره، والسلبي تخلص أفكاره، بصير يحط أعذار. الإيجابي بيهتم بالإيجابيات اللي عند الآخرين وبيهتم فيهم وبيسيرون السلبي بيشوف إلا عيوب الناس، بدي أقراهم من قلبي مش مثل ما مترجمينه. الإنسان الإيجابي دايما بيتذكر وبيحفظ أعمال الناس الطيبة، وأعمال الناس يلي منا طيبة بيضل يحطهم بقلبه، بس السلبي بيتذكر وبيحفظ كل إساءات الناس وما بيحكي إلا عن الإساءة. نعم، بيعطي للآخرين أعذارهم عند حصول خطأ منهم وبيسامحهم وما بيلومهم، عرفتوا مين؟ ولكن هيداك أسأتوا إليه بدي ضلني أكرهكم وأبغضكم كل حياتي، أنتم واحد حقير. هيدا بيقول بيعتذر دغري وبيقول لهم صدر خطأ مني سامحوني، هيدا ما بيعتذر ويقول له شو بدي اعتذر من الشخصية المرتة، هيدا دايما عنده ابتسامة، هيدا دايما عبوس عبس عبس وتولى. يا حبيب قلبي، وما أنا إلا بشر مثلكم. الإيجابي بيساعد الآخرين كلهم، وهيك انتو ساعدوني، هيدا بيلاقي حل لكل مشكلة، هيداك مشكلة لكل حل. عامل الناس مثل ما بتحب أن يعاملوك، وقال له أنت كيف بتحب تعاملهم؟ هاجم الناس قبل ما يهاجموك، ولا ارفع العصا اضربهم، العصا لمن عصى، اشتري العبد والعصا معه، إن العبيد المدري شو، القوة منا بالعصا، القوة بعيسى،
هيدا بينظر إلى المستقبل وبيطلع وين ممكن هيك المستقبل يكون أفضل وأجمل وأرحم. هيداكي بتطلع بالماضي، مستحيل يا خي، مستحيل مستحيل، impossible possible I am possible. هيدا بتناقش بقوة، بلغة لطيفة، بقوة المحبة، بقوة الرحمة، مين أقوى؟ تقوى. هيداك بيناقش بضعف، وليش؟ لأنه بلغة هيك فظه. وبتشوفون هيدا بتلاقيه قدامه حرس ووراه حرس وسيارات متحمة مش حمة، وهيدا مشو حافين ما تحملوا كتاب من سمائهم تعرفونهم. قولوا السلام عليكم وعليكم السلام، هدو تقروا يا أخوتي. السلام عليكم 11 يعني بيت، واو واو. والعكس عليكم السلام، نفوت بني جهل نفوت على المدينة، واو واو. كلمة واو بكل اللغة ترجع بتطلع من بني عقل وعدل، عقل وتوكل، وهذا هو العدل فعل. نعم، بيتمسك بالقيم وبيتنازل عن الصغائر، هذا نعم سلبي، بيدقق بيثبت بالصغائر وبيتنازل عن القيم. نحن قوم، مش قمة القمامة، انت قوم لا نأكل حتى نجوع يا الله، وإذا أكلنا لا نشبع. نجتمع قمة العرب هون وهون وهون، ولا ما صار في انترنت وتليفون، نعم نعم لا لا، خير الكلام ما قل ودل. لشو ما نروح نجتمع هون وبهالبلاد وبهالبلاد، اجتمعوا كلهم بالطيارات وسيارات يا عيب الشوم، بيمرق من عندنا من الأشرفية واحد زمامير وأمبولانسات ومدري شو، لا كان في شخصية ميرة، هاي شخصية مخصية، دائما الصورة البشعة بدها برواز. الإيجابي يصنع الأحداث والسلبي تصنعه الأحداث. في حدث بتصير بحياتكم ما فيني قلكم، يعني منا بالكلام، اشياء بتصير ما بصدق كيف عم تكتب مريم. برجع بقول مش مريم اللي عم تكتب، انتبه سامحني. نعم، الإيجابي دائما يشكر والسلبي بيشتكي. الإيجابي يقرأ هذه الرسالة باهتمام فيبتسم ثم يرسلها لكل من يهمه أمره. كل إيميل بتبعتوه يلي بقدر أنا هيك اهتم فيه ويعجبني ويلبسني ويكسيني ويغذيني، إذا نشرته، إذا نشرت النور بيقوى النور وبقوى أنا. أنا حاملة شمعة، واحدة ضعيفة، قالوا ليه أنت عم حاملة شمعة؟ قالوا ما هيك بصير تشوفني. أنا حاملة شمعة وأنت معك شمعة وشفتني، صرنا اثنين، أنا قويت وأنت قويت، صرنا ثلاثة، صرنا أربعة، صرنا خمسة، صرنا ستة، ما حدا في طفينا. الحقيقة ما بتنطفي، العتمة ما فيها تحاور النور. بفهم مريم خطرة بس منا قوية، أنتوا ضعاف، إسرائيل منا قوية، نحن ضعاف. في كتير هلأ من إسرائيل، شفتوا شو عم بصير. أنا ماني يهودي، أنا ماني إسرائيلي، أنا ماني. اللي رجع على اليمن، اللي رجع على لبنان، اللي رجع، نحن إنسان. ليه حرب؟ ليش السلاح؟ ليش بدنا نحط مليارات الدولارات تتسلحني السعودية أو تتسلحني؟ خلص شلحني وبشلحك، خلصنا. أول يوم العرس هو بشلحها وبتشلحه، وتاني يوم نبري البسوا لي اللي ما شفتيها إلا شو حطي نبرتين. خلص شهر العسل واجا شهر البصل، خلص. لأنه هذا منه زواج، هيدي متعة جسدية، يعني بتخلص بشهر. شو كل يوم بدي اكل فلافل؟ حبيب قلبي على زياد الرحباني، ما في غيرك رحباني، ما هو ديك بيني 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 بينه. هيك الواحد اللي عنده اياها من قلبه. هلا صار ابنك بيشبه راسه وراح الصهريج، يعني يوقف الصهريج نص هون ونص هون. وينني وينني هول بيشبهوا بعضهم، دخيلكم احنا استعد قوي ايش هيدا الجار وهيدي الام،
هذا ابنه نعم، وهذا البي الابن بيشبه الجار. بتعرفوها هيدي؟ كل ما الولد قال اسم يموت حدا، يموت حدا. قال له يا بيي لا تقول اسمي ولي. قال له ما بقدر، بدي اشكر بيي. قال يا رب بدي اشكر بيي. مات الجار. اليوم هالنكت اللي بتسمعوها موجودة، لو ما انا موجودة ما بتنحكى يعني. اليوم شيء طبيعي يعني، بفوت رجال عبيته شو بك عرياني ولي؟ قلت له ما عندي شيء تقلبه، استطع رغزاني. وهلا شو هلا شو هلا شو جارنا كيفك؟ وهلا شو هلا شو هلا. اليوم لازم تكون على مود، والا منا شارمانت يعني هالنكت اللي عم تطلع، لانه حقيقة نحن عايشين بهالسترة. ها شوف كيف. ها ابو محمد شلون احوالكم سوريا؟ قال له مستورة والحمد لله. هالسترة المرة منا مستورة، لشو بتنستر؟ ما هي شغلتها منا بتكون مستورة، بترفع التنورة وبتشيل الصورة. مشان هيك بيجوا على لبنان سياحات. بدي هاي السيارة اللي يعني عليها هاي البنت توصل البنت تطلع ما هو على الأوتيل. ما بده السيارة، بده هاي السواقة. فإذا كل واحد منا أنت شو بدك وشو خيارك؟ نعم. بدون كتاب ما في حياة. البيت بلا كتاب ميت. يا حبيب قلبي خير جليس. إذا وقع أنا برجع بلمه هيك بحس إنه صاحبي وقع يعني، هي رفيقة. بس بدي أفهم ما بين السطور، بين السطور. وما بقرأ إلا أوشو 90%. هلأ لأنه الأمراض عم بتزيد عم بلش يين يانغ ذكر أنثى. ولكن مني محمد كيلاني أقوى كتير بهالعلم. بشار أنطون إن شاء الله يقدروا يطلعوا ويجوا. إذا أنا بقيت هون ما بعرف، ما بعرف هاللحظة هلأ هون بعد دقيقة ما بنعرف. بس بتمنى المواقع مش بيقولوا لها فيسبوك فيسبوك ما بفهم فيهم، بس على موقع بيت الله في بيت الإنسان وفي هيدا الصبي بالكويت كان صغير وخبرتكم. هلا ما بتصدقيني بس انا بس اكبر بتصير تصدقيني. سكوت يا حبيب قلبي سامحني. احمد فرحان بيت الصفاء، كل هول كلمات بيت 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 مريم اختارتهم. كنت بدي اعمل لك بيت لبنان، بيت 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 يعني وي لاف لبنان وي لاف ذس وي لاف ذس، وبعدين بيت حتى بعدين نحط وان بيسفول وورلد. بلشت بالانسان بعدين فت على البلد، من البلد عملنا مواقع من هيك من هيك. تري لا ما زبط في كتير. هلا ما بنحكي مع بعضنا بس نحن بقلبي بمصر، كل مصر. ما عندي حدا هلا الا عصام منال منصوره، يعني نشوف شو فينا نعمل بمصر بالعراق. راحوا كلهم يعني ليش سكتوا؟ بلبنان منصور ومريم في امل بالخنشاره يكون هونيك وبستقبل مره بالاسبوع، مش باخذ المعاقين هودي معافين بس اماتهم وبياتهم بس مره بالاسبوع نهار احد وبس. بعدين بدي اقعد وحدي بكتب. ايه بحب ضلني اكتب لو ما حدا قري. مع الايام مع الايام فانكوخ ما كان ياكل يشتري قلم وورق، وانا هيك بطلع على برا اشتري وين في قلم وين في ورقه. جابوا لي ورق حلوه كثير بس ما قدرت اكتب عليها بالحبر بتش مدري كيف. رحت شرتشت وجبت قلم رصاص كمان القلم رصاص ما بينكتب عليها، بس الورق حلوين كثير. وهيك كتاب بدي اكتبه بالانجليزي اسمه انف انف از انف، خلص شبعنا. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. دايما هيك بدي احط عربي انجليزي ونقعد نكتب ونحطهم في الاستوديو. فاذا الكتاب لازم يكون موجود، وعلى
هالموقع هالحضرة بالنيو تي في على مريم نور، كل الشباب عندهم كل المواقع، يعني كل شيء بحطوه دغري. الشباب بحطوا الكتاب بين ايديهم، ما فيكم تسكتوه، فوتوا في كتاب رح يطلع، مش كتاب، موقع اسمه www.حزبالحمير.com. يا حبيبي يا وائل، قلت له ابعت لي صورتك، كنت صغير كمان ما بعرف، قال لي شوفيني بكل الناس. يا حبيب قلبي، بالسعوديه هو وسعوده حزب الحمير من وقت ما طلعت مريم على الاذاعه، وهلا مين بيسترجع اذاعه صوت لبنان؟ وصدقه مطرح ما فت وين ما كان، وصوت اذاعه بيروت، اذاعه لبنان، وتلفزيون لبنان، وين ما رحت مين بيسترجع؟ رحت على صوت لبنان، قلت له ما بدي شيء، قال لي لا. بعرف امين الجميل يعني الشيطان ولا مريم نور، بتمون علي وانا بمون عليك، بس استرجي وزير الاعلام كلكم حطوني على محطه احكي فيها بالانجليزي، ها عم بحكي بالعربي اذا بقينا هون ما بعرف، بس بحكي بالانجليزي. يا امه العالم، نحن عرب بس منا ارهابيين، وي ار ارابز بس نوت تيرورست.